حلقة في عيد الأم، كل واحد بيقعد يفتكر الهدايا اللي جابها والهدايا اللي ممكن يجيبها. أكبر هدية ممكن تكون جبتها لمامتك إيه؟ أكبر هدية يعني أغلى واحدة، خلاط، عباية شيك تقيلة بتاعت سهرات يعني، غسالة طباق، شهادة استثمار أو حتى مبلغ كبير في البنك. إيه يعني ممكن تكون أغلى هدية اديتها لوالدتك أو اديتيها لوالدتك؟ أكيد مش هتبقى أغلى من هدية سعد، لأنه سعد إدى لوالدته هدية مش موجودة في السوق. إدى لوالدته هدية حتى لو معايا ومعاك ملايين الملايين ما نعرفش نشتريها. سعد إدى لوالدته هدية في عيد الأم في شهر مارس، إداها حاجة تكفيها من الآه ومن الوجع. قال أنا يا أمي هديكي كبدي أو فص من الكبد، لأنه دي أغلى حاجة وأقل حاجة أقدر أديها لك. سعد هديته الأم السنة دي في عيد الأم حتة منه، ست الحبايب عيانة جدا، كبدها منتهي، فلزت كبدها سعد بسها وقال لها هديتك عندي. دي حاجة بسيطة بالنسبة لك يا أمال، احنا كلنا ملك كلنا. ربنا يخليك يا أمال. هو عيد الأم أهو، خلاص يعني حاجة بسيطة بالنسبة لك، اعتبريها هدية عيد الأم. أنا مش عايزك تتضايقي بس. ربنا يخليك. حاجة بسيطة خالص يعني. في الأول بنتها عرضت عليها تتبرع بالكبد، بس ما نفعش لأنه البنت طلعت حامل. الأخ التاني كمان بمحبة عرض، بس برضه ما نفعش لأنه لسه في الجيش. حتى ابنها الصغنون عرض يتبرع لها بكبده، بس طبعا ما ينفعش لأنه لسه في خمسة ابتدائي. أنا وكان بيدي حاجة وكان ينفع إن أنا في الجيش كنت اتبرعت، لكن عندنا ما ينفعش، فأنا كنت برا كنت اتبرعت لها. في ناس بتبيع كلام، إنما سعد من غير ما يتكلم عينيه بتقول لأمه كل حاجة. مش هتاخد جزء، لو هتاخد الكبد كله انا ما اقدرش اقول لا، وحتى ما اقدرش افكر ان انا اتراجع عن حاجه زي كده. سعد بيدعي ربنا انه يقدره ويتم الهديه لاجل ست الحبايب. بيسموها مرحلة التجهيز، أو الحقيقة هم عندهم مشكلتين أو أزمتين. الأزمة الأولى طبعا الأسرة كلها خايفة على سعد، طبعا خايفة على الأم بس كمان خايفة على سعد لأنه شاب في مقتبل العمر ولسه مخلف، متجوز ومخلف. المشكلة التانية هو أنه العمليات اللي زي دي بتتحط في تصنيف العمليات الكبرى. هما طبعا هيعملوا العملية في معهد الكبد، المعهد القومي للكبد إن شاء الله. احنا بندعي لهم انه يا رب اولا يقدر المعهد انه بيجمع تكاليف العمليه، لانه مره تانية هي عمليه كبيره ومكلفه والمعهد عنده حالات كتير. الحاجه الثانيه انه ربنا يقدرهم صحيا ونفسيا ان هم يكملوا المشوار والهديه تتم في نفس الشهر ان شاء الله. خلينا يكون معانا سعد اللي ادى او بيقدم جزء من كبده كهدية لأمه، وكمان معانا السيدة وفاء عليوة الأم اللي يمكن ربنا ابتلاها بمرض بس أكرمها بأولاد محبين ناس كتيرة تحسدها عليهم. خليهم يتفضلوا. ألف لا بأس عليك وألف سلامة. شكرا. يا أحمد، الدنيا كده جت بسرعة بسرعة والوالدة تعبانة، احكي لي إمتى قالوا لكم لازم حد يتبرع بفص من الكبد؟ يعني شهر واحد ما لقيناها بتتعب والعلاج مش جايب نتيجة،
وديناها للدكتور فقال لنا لازم تعملوا اشعه ان هي باين في مرحله ايه للكبد. وبين لنا في الاشعه ان هي في اخر مرحله ليها. الدكتور قال لنا لازم تروحوا المعهد وتشوفوا انتوا هتعملوا ايه هناك. رحنا المعهد وقعدنا مع 4 دكاتره هناك، كلموا معانا وعرفونا ان هي لازم تعمل عمليه زرع كبد، وفهمونا يعني فهمونا البدايه تبدا ازاي لحد ما نوصل لاوضه العمليات. الدكتور فهمني ان العمليه هتكلف 225,000، المستشفى بتشيل 150 والمريض بيشيل 100. وطمني عليا انا الاول، قال لي المتبرع لا الاول حاجة. قول لي لما قال لك لازم حد من قرايبك يتبرع لك، مخك بقى قال ايه؟ جوزك، بنتك، يعني فكرت فيها ازاي ولا اتكسفتي اصلا تتكلمي معاهم في الموضوع ده؟ لا هي اولا كان بنتي اللي بتجري بيا في المستشفيات الاول، وبعدين بنتي اتجوزت ربنا يساعدها ببيتها يا رب. بعد كده قالت لي امي انا ممكن اديكي، قلت لها تديني يا بنتي، ربنا كرمها وبقت حامل. قلت لها ما ينفعش. سعد قال لها ازاي انت هتدينا ولا انت ولا اختك تقدري تدي، انا اللي هدي امي. بعدين محمود معايا، محمود صغير في سنه 6، قال لي لو ما ينفعش يما حد من اخواتي الكبار انا هديكي يا حبيبي. قلت له يا حبيبي شلي عيش كبدك، لسه كبده عصفوره لسه بيطلع، ما ينفعش يا حبيبي. قال لي ما يغلاش عليكي. انت والدتك ربنا يديها الصحه يا رب. صغيره انت عندك 44 سنه تقريبا. يعني صغيره الحمد لله، مش يعني رب يا رب تفرحي بولادك واحفادك. ربنا يخليك. لما الدكتور قال لكم كده قولوا لي، يعني عارف الواحد في حاجات الواحد يقول ايه اروح فين واجيب منين؟ يا صدمه مفكرة. للبيت كله بصراحه. كان صدمه للكل، الكل كان في يعني البيت كله كان نكد. فكرتي في ايه؟ اقول لك ايه يا ام سعد ولا انت اللي عندك ابن اكبر من سعد؟ لا هو سعد. ام سعد. فكرتي في ايه ساعه ما قال لك لازم حد يتبرع لك بفص من الكبد؟ الاول فكرتي في الفلوس ولا فكرتي في هو انا في حد هعرف اجيب فص من منين؟ في كل حاجه فكرت. كل حاجه فكرت، في عيله قبل اي شيء. ايه بقى؟ فكرت ان انا معايا لسه عيال صغيره عايزه تتربى، وفكرت في كل حاجه، في الفلوس اولا برضو، يعني في كل حاجه فكرت فيها. ان عيالي ما لهمش غيري ولا انا ليا غيرهم، فده يعني ما فيش بعد كده يعني اسيب عيالي هيتبهدلوا. بقى مخي بيود ويجي في حاجات كتير بالنسبه لعيالي، اهم شيء هم عندي. طب عايز اسالك سؤال، وجوزك ما قال لكيش انا هديكي؟ لا قال. اولا هو معانا، اهلا بحضرتك وبحييك يا اهلا بيك. اهلا اتفضل. معلش خلينا نقرصها شويه بقى، يعني ربك هيزيح ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. ربنا ما بيخلقش حد وينسى ابدا ان شاء الله. ما قال لكيش بقى بنتك قالت وسعد قال واخوه قال اللي متجند في المطار والصغنون انت قلت لي اسمه ايه؟ محمود. ومحمود قال لك انا هتبرع لك، جوزك ما قالكيش؟ لا قال لي، بس هو احنا الاثنين هنبقى نايمين، طب والبيت مين هيراعي عيالي؟ بتلاقيه قال لك من ورا قلبه كده. لا 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 قال لو اقدر اي حاجه اقدمها لك اقدمها، ما اصل احنا مالناش الا بعض. بجد ولا الست بتقول كده يعني بجد؟ لا والله. ربنا الاعلم، ربنا الاعلم وهي عارفه. فانا لما هديها انا دلوقتي يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا اكرمنا وعملنا العمليه، هو معاه مراته وابنه وانا بقيت الاولاد، انا هقوم هتكفل بيهم وربنا الاول، وانا بقى اهو ربنا يعيني عليهم. قول لي بقى يا سعد فكرت في ايه؟ يعني بتحب والدتك، عايز تديها اي حاجه، بس اكيد ادم الصغير برضو ابنك يعني خايف عليه. افتح لي قلبك كده وقول لي فكرت في كل حاجه ازاي. هو اولا يعني ادم برضو لسه طالع للدنيا جديد، واخواتي ما شاء الله يعني الحمد لله احنا كلنا مع بعض في اي حاجه، لو لا قدر الله يعني حصلت حاجه كلهم هيقفوا معايا، بس هي مين هيرضى يديها حاجه زي كده؟ محدش. اي اب عادي برضه ممكن تبقى كفه ابنه اعلى من كفه مراته ولا ايه؟
ممكن ومش ممكن، بس يعني دي امه ومهما اداها مش هيوفي حقها. ده الرسول وصى على الام. بس انت خايف عليه قوي. يعني ده الرسول قال له امك ثم امك، قال له يعني امك ثم امك ثم أمك ثم ابوك، هيبخل على امه؟ انا خوفي عليه بس الحمد لله، يعني انا خوفي عليه ان عمليه تتعمل وبالنسبه له هو يشيلوا منه 60% زي ما قال الدكتور، وهي 60% ياه هياخدوا منك 60% من الكبد. قال لنا 60%، انا كنت موجود، قال له 60% وانت 40%، ال 60% دول هيتنقلوا لوالدتك، ال 40% انت بقى في خلال الفتره دي مسافه 9 اشهر بيوصل ل 95%. ما انا بحضر معاه وبعرف ايه اللي هيتم وايه واعرف يعني هنوصل لايه. فقال لي ان شاء الله خير، العمليه ناجحه. طب دلوقتي هو في كذا كذا حاجه الناس تفكر فيها، يعني فكره تكاليف العمليه، فكره الصحه والمستقبل، وفكره ما بعد العمليه. يعني ان شاء الله يا رب باذن واحد احد العمليه تتعمل وتقومي انت وسعد بألف سلامه يا رب. يا رب يخليك. بعد كده ايه؟ ما هو برضو يعني هي الناس طب الحمد لله نقلنا الكبد، ها الرزق بقى، الرزق بتاع مين بقى ربنا. يعني مين هيشتغل بقى؟ سعد هيشتغل، انت هتشتغلي، دي حاجه صعبه قوي. طبعا. واحنا فكرنا فيها، احنا قعدنا كده نقول ايه. انا هقول لك احنا قعدنا نفكر ازاي. اولا يا سعد زي ما قلت انت بتدي اغلى هديه في الدنيا، مفيش هديه اغلى من اللي انت بتقدمها. وبعدين قلنا يا رب طيب ان شاء الله، يعني احنا بنتواصل مع معهد الكبد ومع دكتور محمد اسماعيل مدير وحده زراعه الكبد، وهم ناس افاضل والله. احنا شفنا هم بيتعاملوا مع كل حاله كانهم قرايبهم. طب ندبر الفلوس ازاي؟ ما هي المساله صعبه. المعهد بيقول لهم احنا هندفع كذا وانتوا تدفعوا كذا، بس في غالب الامر عارف ان اللي قدامه مش قادر، فهم كمان بيسعوا وبيحاولوا. ربنا يبارك فيهم. والله هم ناس محترمين جدا. يا رب. فاحنا قلنا طيب هو العمليه فيها مرحلتين، مرحله التحاليل ومرحله العمليه. يعني التحاليل دي بتدخل لها يجي في 20,000 جنيه ولا حاجه. دكتور محمد ولسه محمد. وهم مش عارفين يكملوا التحاليل النهائيه عشان الموضوع ده. فمبدئيا اعتبروا ان التحاليل اتعملت. ده مبدئيا. وده يتحط تحت بند اي حاجه مش مهم، انما الاهم اللي احنا بنفكر فيه. طيب ان شاء الله يا رب ربنا يقدرك ويقدر المعهد انه تدبروا الجزء الكبير. وعلى فكره يعني الست وفاء واستاذ حارس وسعد ابنهم والله عزه النفس متاصله فيهم والله، ما طلبوا خليك على الاطلاق. بس احنا لقينا برضه لازم نفكر معاكم، واذا كان ابنك هيديلك ان شاء الله 60% من كبده يبقى احنا يا ام سعد هنديلك، ونجحنا في ان احنا نوفر لك مشروع من المشروعات الصغيره اللي بتقدمها الحكومه، مشروع صغير يبقى منفذ تجاري، يبقى تربيه حيوان، يبقى مكان، مشروع تقدري بعد ما تقومي بالسلامه حتى لو صحتك نص نص تشتغليه. لما سعد يقوم منه، سعد بيشتغل سواء ميكروباص يعني مش منتظم، سعد يقف معاكي فيه، سعد يوسع رزقه بأقل مجهود. يا رب. أقل مجهود. المشروع ده هتكونوا معانا وهنسلمه لكم وزير التنمية المحلية، وده المشروع ده بتعمله الحكومة، وزارة التنمية المحلية برعاية كوكاكولا، وهكون معاكي وانت بتستلمي الأوراق الرسمية والتصاريح كلها. انت وسعد وابو سعد ده تفكير واجتهاد. ميزان حسناتك يا رب يا مدام. ربنا يجعله في ميزان محبتكم وتربيتكم وعطفكم لاولادكم. يا رب يبارك لك. ايه ده؟ المحبه والاصاله لا لها علاقه لا بالطبقه ولا بالثروه ولا بالفلوس. مره تانية الست دي ربنا ابتلاها بمرض، بس انعم عليها بحب من ولادها كتير جدا من اصحاب الملايين يحسدوها عليه. الحمد لله. سعد
انت سلوكك ده اثرنا، ووالدتك هتبقى هي برضو السكه اللي ممكن تضمن لك دخل منتظم في مشروع صغير بتقدم الحكومه برعايه كوكاكولا. يا رب يكون نوايا تسند الزير يا رب، ويا رب يكون رساله انه الخير ما بيضيعش يا رب، ويا رب تكون رساله للي عنده اصل زي سعد كده ومحبه كبيره اكبر من، يعني الراجل ده ادى لامه او اثبت حب امه يمكن اكتر من حبه للابن، وده اكبر حاجه في الدنيا. يوم السبت هتيجوا معانا برابطه المعلم ان شاء الله عشان يا سعد تدخل باذن واحد احد اوضه العمليات وانت عندك قدر من الطمانينه، تخرج منها تلاقي حاجه تساعد ماما وتساعد ادهم. انا بشكرك بشكر جزيل. وكمان المقدمه اللي مدام منى اديتها لنا، يعني مش عارف اقول لك، كلنا يعني البيت كله في حاله الحمد لله يعني غير الاول بكتير. هذا الشاب طبعا يجب ان احنا نكرمه ونقول انه ده يبقى قدوه لشبابنا الموجودين كلها، وان ده بنبين للعالم كله ادى شعب مصر. الخبر الحلو اننا بعد ما صورنا الحلقه ربنا قدرنا وجمعنا فلوس العمليه كامله، 50% دفعهم متبرع رفض ذكر اسمه، وال 50% التانيين اتبرع بيهم دكتور سهرجتي امين عام مؤسسه واحد من الناس. الام وفاء استلمت المشروع وهتعمل العمليه ان شاء الله. أصل يا ماما أنت في الدقي وإحنا في التجمع، عبر الأميال ما بين القاهرة وإنجلترا أتضرر الحاجات، تعمل سندوتشات، تفتح البوتاجاز، كله بنفس الكور. هو أنت بتعرفي إزاي المكرونة اتسلقت خلاص؟ وأنا متضايق إن الطماطم ساقعة، وإحنا الحلقة دي استهلكنا مناديل كتير. اتخضيت ورميتها لقيتها خنفسة. دي أول هدية في عيد الأم. كان نفسي أمي كانت تبقى عايشة وتعيش في البيت ده. يا أمي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أنا قطعة أفتكر الجزمة.